أخيرا عمر السومة في النادي الأهلي. كشفت تقارير سعودية عن النادي الأقرب بين الأهلي والزمالك لضم لاعب أهلي جدة السوري عمر السومة في فترة الانتقالات القادمة. السومة يتلقى العديد من العروض خاصة بعد هبوط نادي أهلي جدة إلى الدوري الدرجة الأولى السعودي. وكانت تقارير كشفت عن وصول العديد من العروض لعمر السومة من بينها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بجانب القادسية الكويتي والريان القطري. ووفقا لصحيفة المواطن السعودية فإن الأهلي يعد الأقرب والأوفر حظا للتعاقد مع المهاجم السوري من الزمالك على سبيل الإعارة. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس إدارة أهلي جدة ماجد النفيعي سيوافق على إعارة اللاعب للأهلي وليس بيعه. وتابعت إدارة ماجد النفيعي ستتجه للموافقة على العرض خاصة إنها لا تريد بيع عقود النجوم الكبار، كما إنها لا تستطيع التمسك بهم أثناء التواجد في الدرجة الأولى لأسباب مالية. وأكملت: تفكر إدارة الأهلي في التخلص من السومة بسبب راتبه الكبير، وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، السومة صاحب 33 عاما يعد أهم نجوم أهل جدة والدور السعودي بالكامل خلال السنوات الماضية. لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك للفيديو واشترك معانا في القناة يصلك كل جديد.